شحال من ساندويتش فرماج؟ هي بيصير اسمه جريل تشيز. مالا خليني نقعد قبل ما نروح هنا. صار انت كنت مروح باش تطلع علينا وتمشي. زدت توستيت له هو زاده. زدت توستيت له سخفني، شو تحبني نعمل له بربي؟ نجيب عندي الفرماج في تحب نزيدهم اكثر من هكا ولا انت بتبعد باش تحطهم بعد في ال تحطهم في البانينوز بالضبط. اه داكور. اسمع. مي لا با بيزوان، جوست نكمل هذي. هذي البيستو نتاعنا حضر. عندنا لهنا. عجبتك؟ باهي. جيب الغراب. جيب الغراب ودي تعب في الخبز. عندنا لهنا دو فرماج. قبيلة شفتهم عندك. شنو انت باش تسيخ روحك بالذوما انت ساندويتش نتاع الفرماج هذوما؟ الراكليت والبري. حاجات هكا يذوبوا. داكوغ. حتى انا جعت. تو نعملك معانا. حق نتاع ربي تصور حتى جماعة كلهم جاعوا معناها. واللي يتفرجوا فينا جاعوا زيد. كهو. يا بنتي. نعم بابا. اي اسمعني. تحكي لي خرافة. انا نعرف نخرفة. ولا احكي لي انت نكتة. وين نعرف النكتة؟ ما لهاش تحكي لك انا نكتة. قل لي. فما واحد اسمه معاود. اسمه؟ عاود. عاود. اي. فما واحد اسمه عاود هكا. اي. مقام يسميوه بو مسكينة. عاود عاود. اي. اي. شنو؟ ما يكمل. مات مات عاود. شكون قعد؟ قعد عاود عاود. باهي. وانت كي يقعد يقعدوا حيين الزور شكون يقعد؟ عاود عاود عاود. لا عاود عاود وعاود. لا مش واحد اسمه عاود. هي. الاخر اسمه عاود عاود. هي. اي كيف يقعدوا زوز حيين يولي فما عاود عاود عاود. اما فما نسمه هي بتاع سيدي النبي. شي يفوش هنا هكا يعمل الشي يفوش سيدي النبي. كيفاش؟ اغسل بالشبشيخ حلكتها هكا. ليه هكا شو لك كولور كيفاش خرجت؟ والله حلول اللي كوليتها نشوفوا بركه بالشنيك والله بني. خلي كامل نعمل لك بيه الساندويتش حتى انت زاده. ناخذ شويه جولدينا لهنا يا مدام. ايش نوريك الاستيوس. تسمع في الحس انت هذيك الكل. تفهم انه الخبز توستي هذاك مش مش كلام. اسمع نجم قبل ما نحطوه في التوستوز هذيك تعمل له نعمل له نجم. ما انا خاطر باش نحطه بعد في الجريل تشيز دونك احنا باش نحطوه في الجريل تشيز نتاع فوالا. هو ساندويتش جريل تشيز فوالا. ما انا باش نبلاكيه دونك ما حبيتش نزيد نطيبه اكثر دونك البارتي اللي باش نحطوها من برا هي اللي نحطوا عليها الجولدينا. تجي لهنا تعمل لاير نتاع فرماج. حط شيء حط شيء ليه وحده ما حط شيء ما فما. تعديت قطوسه من هون. ليه مش قطوسه نعشوا اللي تعدى هكا اللي بلونت نتاعي هكا. ها الخزيمه هذيك الخزيمه عندي ندي انت عندك ندي ترى تحط الفرماج هكا هكا حد راهو ماذا بيه راهو لنا. شكون هو؟ نعرف هو باش حضر لك ساندويتش معايا. نعرف شو يعمل لك؟ وليد عمي. اسمع الماء هذا بتحط فيه ال حط فيه هذا وبدا حسب الوقت. نحطوا فيه الشوربه لسان عصفور. بالضبط 9 دقائق حركها. باهي هي باش تطيب التون انديكي على الباكو 11 دقيقة. بما انه احنا باش نكملوا نحطوا فيها البيستو دونك باش نطيبوها 9 دقائق ومن بعد نحطوا عليها دقيقتين في وسط البيستو باش تخرج لنا الفاسون ريزوتو اللي حكينا عليها. دونك ريزوتو تبدا طيب تبدا تسقيه بالماء هو يشيح من الماء وانت تزيد تسقيه. احكي لي ماذا تي نكته. ما نعرفش النكت الساعه النكته هذه ما فهمتهاش انا. بالله عليك بالله تشيشه. والله كملتها النكته الكل ولا فهمت منها حاجه. انا نكته. تشيشه شنو؟ هذايا تشيشه نكته. ها باش يعمل لك الساندويتش. قعدت كاينين بلاش ساندويتش معناتها في وسطك. لا انا ساندويتش نتاعك النكته. قعدت ساندويتش ما يجيش. هذايا الفرماج بري التونسي هذايا البراني تنجم تاكله. نعرف ناكله. ماهوش فما فرماجات لازمك تنحي الكروت البرانية. في البريد التونسي اللي هو فرماج 100% تونسي. ورائع على الحقيقة. قول لنا ذوقوا قول لنا. هذي نحضرها لك نسخنها لك. ماذا بيك؟ اسمع يا ذولي باش نحطها غادي. نجم. خير. رياض. استنى نعطيك تحط لي. شو نحط زيد؟ حط شيء حط شيء ما تفجعش تفجعت. هذوما حاضرين. شكون يقضيك انت؟ تهلك لي جبتي؟ لا لطف تعرف كان تاكل هكا هاو. كملوا حضروا. حاضرين جوست تسخن هذيك. ما تحطهمش بحذرية. لا هاكم بعد عليه.
عليه فار هنا من تحت يديه. حطيت بريزة من تحت يديهم. اي حطيت البريزة. اي مش مسيبة. يفضلك. نعم. شبيك؟ مش مسيبة. شمعنيه؟ من تحت يديهم. شمعنيه؟ هات شيء. عين تدبعي في اسماعيل. نطش يا ربي. دونك هاي خو ها هاوكا ها. هذيك يظهر لي كاينه. كاينه طاب. كاينه باش لازمك تحط له ال باش نحطوا له البيستو وفوله جولدينا. باش نقصك شويه في النار. البيستو وفوله جولدينا. قعدت نغزر هكيكا. هي العباد عباد تربي ما نعرفين. وفولا جولدينا هيك بينا مسيبه الدنيا الكل هي بينا ما كاش حاجه. باش تعمل لي بعض العمايل غادي نجم نطفي عليه. نعم نعمل في شيء الله ونبي. نجم نطفي وكريمو. هيت خنهزهم هذوك مال غادي. هيت هيت ما هذا يحضر. شنو هيت نعاونك. اسمع لي هاي سيمو. تسمع؟ اسمع صوت العزيز الغالي. هاي فازي سكرها تا. الله الله يحكي زبده هيله. سكرتها وكو شفتها فيها البريسيون زيده. كتاب كتابتها تقعد ديجا ترجعش. دونك هكا ما تسحقش تنزل عليها هي هكا ديجا قاعده. هو فما البانيني باغ كونتخ كي تحط فيها البانيني تنجم تنزل عليها كاريمون. دونك فيها حتى كيفاش فيها البريسيون معناتها تهبطها وترجع مره. تنجم تهبطها وتعاود ترجع مره اخرى. الريزو سنة عصفور نتاعنا سنة عصفور فاسون ريزوتو حذر. وعندك قلت لي باش تعمل معاهم عظم اللي هو شفت كيفاش فوازي يخملكم في كل شيء. خمم اللي البلا يلزم يكون فيه عجين، يلزم يكون فيه بروتيين، يلزم يكون فيه خضره، يلزم يكون فيه كل شيء. باش نعملوا اوف بوشي. اوف بوشي داكور. اللي هي عظمه مصموطه اما مش في قشرتها. ابا؟ اه وي. اه باش تعملها هكا؟ اه. وباش تفقصها في الماء؟ فقصها في الماء باش تخرج هكا مدوره تو تشوف كيفاش. بابا بكري كان يفقص العظام في الماء كان يجيني بيزار معناتها يرحمه. ممكن ما يحبش يقلي العظام في الزيت دونك يحلو في الماء ومن بعد سدون نفس الريزولتا بريسك. هاك باش تشوفها من غير القلي نتاع الزيت. باهي كمل انت حضر العظام. واسعة شوية باش نجمو كي تحط العظام ما يزقوش في بعض. كمل حضر انت العظام وقلنا الديسير باش نعملو تارت كليمونتين. تارت كليمونتين. اش قلت لك حاجه سريعه؟ حاجه سريعه. سريعه كليمونتين مدلينا. مدلينا. باهي عندنا هذا خل. هذا تبع. هاي كي يحضروا يحضروا يعيطوا لي يا بني. خل التفاح اش يعمل هوني يا سمر؟ باهي عندنا هوني زيت. زيت. عندنا فالينا، عندنا المدلينا. شويه جولدينا. شويه تونه جولدينا. سكر وسكر فاني. عندنا سكر. سكر هذا مش سكر فاني هذا خميره. اه خميره سامحني. هذا خميره. حليب. وهذا حليب. وعظمه. وعظمه باهي. الحليب عندنا هوني قداش؟ 100 100 ملليلتر. عظمه قداش فالينا؟ قداش جولدينا؟ قداش سكر؟ قداش زيت؟ ها باش نقول لك يلزمني ساعه تفوي. باهي. دونك عندنا بسم الله العظيم. اي ما قال لك تو نجي. شوف في الفروماج كيفاش دابر. اي. دونك هذوما نورمالمون. يا اخي كيفاش مشي وسلم في الساندويتش؟ قال تو نجي ما فهمتش انا بيدي استغربت. والله لا شفتهم كيفاش؟ ما عاودوش يسلم في حاجه باش تتاكل هذيك جمله راهو. نعرف. هذوك نعرف باش تقول لي. هذوما يزيهم فويزه. اي خنخرجوهم نحطوهم في صحن. خرجوهم وتو نقصهم جست حاول حاجه باش تهز بها يدي مثلا. ريحته بنينه. اكيد. خليه يبرد باش تقصه. في العقل اهو عليه ما مش نزيد نخليك عندي شويه مش على حاجه باش نكملوا. ليه باش نبت عليك ما جوست باش نوريك المشهد الجميل هذا. هذا منظر ما يتفلتش. ايش حطوا هوني خلي يشوفوه المشهد الجميل. هذا مشهد ما يتفلتش. ايش هذا؟ واو مشهد عيب تفلت. راكم جوعتوا اللي تتفرجوا فيه.